الكابتن محمود الخطيب او مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل خدوا سكتهم القانونيه، ولكن خلينا نتكلم عن فكره. هو نقد بقى، انا هعتبر ان كلمه فاشل هعتبرها نقد، لان احنا كلنا معرضين ان احنا يجانبنا التوفيق في مرحله من المراحل فنفشل في تحقيق هدف ما. ولكن كابتن محمود الخطيب منذ ان تولى رئاسه النادي الاهلي اكيد في بعض الاخفاقات موجوده، ولكن اكيد نجاحات كبيره جدا، وده دفع صفحه العاب صالات الاهلي انها تعمل احصائيه عن بطولات النادي الاهلي في ظل رئاسه الكابتن محمود الخطيب منذ 30/11/2017 على مستوى العاب الصالات. وهي حاولت تقارن الامر طبعا بالمنافس التقليدي محليا للنادي الاهلي، نادي نكن له كل تقدير واحترام ونادي عريق وهو نادي الزمالك، حتى تظهر الصوره كامله للمشاهد عن مدى تفوق الكابتن محمود الخطيب بتحقيق 40 بطوله، او النادي الاهلي في رئاسه الكابتن محمود الخطيب بيحقق 40 بطوله في العاب الصالات، منهم 13 بطوله في الطايره، زائد 8 بطولات في السله، زائد 9 بطولات يد، زائد 10 بطولات تنس طاوله. والحقيقه هم لما جم يقارنوا بنادي الزمالك اخر سنتين كان الوضع الارقام اقل من 15 بطوله، فهم قارنوا السنتين بتوع رئاسه الكابتن محمود الخطيب باخر 5 سنوات لنادي الزمالك اللي وصل بطولاته في اخر 5 سنوات الى 15 بطوله. يعني الكابتن محمود الخطيب لو قعد ما حققش اي بطولات، لو قعد ايه ده، لو قفل النادي حاليا وما اشتركش في اي بطولات لغايه انتهاء فترته الانتخابيه، اعتقد ما فيش نادي في مصر هيحقق البطولات اللي حققها في العاب الصالات يا فارس. اكيد يا احمد، ومش كده وبس، احنا لو هنتعامل مع فكره العاب الصالات ان هي قد يكون الجمهور مش ملم بشكل كامل بعدد البطولات وفقا للمقارنه، فهنروح للكريزه بتاعه التورتايه اللي هي كره القدم. في الفترة من 30 نوفمبر 2017 لحد دلوقتي، ودي بداية ولاية كابتن محمود الخطيب، النادي الأهلي شارك في بطولتين دوري حقق الاثنين، شارك في بطولتين كاس حقق بطولة، سوبر مصري بطولتين حقق بطولتين، دوري أبطال إفريقيا بطولتين لم يحالفه التوفيق في أي بطولة، المجموع 8 بطولات حقق منهم 5. في نفس الفترة لنادي الزمالك الدوري مرتين لم يوفق في المرتين، الكاس بطولتين خد منهم 1، سوبر مصري بطولة فشل فيها، الكونفدرالية بطولتين خد منهم 1، المجموع 7 بطولات خد منهم 2. 8 بطولات النادي الأهلي خد منها 5، الزمالك 7 بطولات خد منهم 2. لو احنا بنتكلم عن مقياس النجاح فالنادي الأهلي هو الترجمة الحرفية لكيف تكون ناجح بالتأكيد. وأعتقد كمان في بطولة ليه 7 بطولات للزمالك، لأن الزمالك فشل في أنه ياخد مركز تاني في الدوري أو ياخد بطولة كاس في أحد المواسم، فبالتالي ما قدرش أنه هو أو يؤهل لمباراة السوبر. طبعا تقييم واضح والأرقام خير دليل، ودي كانت آخر فقرتنا النهاردة في فقرة السوشيال ميديا. نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله على الفقرة التانية. اوعى تروح في اي حته.